أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية أن تتجنب إسرائيل إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن جدد الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في منع تكرار الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية في غزة.